حدثنا عفان حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا الحسن أخبرني شيخ من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية فإذا هو يحدث القوم وحلقة قد أطافت به فإذا هو قاعد عليه إزار قطر له غليظ أول شيء سمعته منه يقول وهو يقول بيده هكذا وأشار المبارك بأصبعه السبابة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا أي في القلب. حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن الحسن حدثني رجل من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا. قال حماد وقال بيده إلى صدره وما تواد اثنان في الله عز وجل لا يفرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر.